السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله النخبة الثقافية العربية في إطلالة جديدة لبرنامجنا الأسبوعي أعلام النخبة، الذي يتهادى إلى مسامعكم عبر أثير منتدى النخبة الثقافي. حكايتنا الليلة حول علم من أعلام هذا الصرح العظيم، مهندس يرسم بالكلمة، والإداري الذي يعرف يكتب معادلة النجاح، منح ضياء مختلفا بعد عودته لأرض الوطن. باسمي واسمكم أرحب بضيفنا الكريم المهندس مجول الدهمشي. ارتحل طالبا للعلم وعاد ومعه عدة التغيير. ما يحمل له الطموح هو آمال الإنجاز. تاريخه أنه كان يصيغ معادلة نجاح لذاته. له خبرة واسعة في مجال التخطيط، مر في حياته بمحطات عديدة. جاء وأمامه جبال من الهموم ليحولها همما. حمل ما كان يهندسه ليجعله طريقا للنجاح. يمتلك خبرة التخطيط لتحقيق التطوير، ويستلهم من أدوات الهندسة بناء في مجتمعه وتحقيق لنهضة بلاده، ويمنح من بصيرته كيفية صياغة روح المستقبل. عاد متأهبا للانطلاق ولا مجال للانتظار. تدرج في مناصب عدة وجميعها تحمل بصمته الخاصة. قال مدير عام الشؤون الصحية إنذاك الدكتور صالح الحربي أثناء حفلة توديعه إنه يرغب الإشادة بشاب لا يمكن أن ينساه أثناء فترة عمله، وذكره بالاسم أمام الحضور. وأثناء زيارة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة وتفقده للمشاريع الصحية في عرعر، أشاد الوزير بالشاب بنفسه، هو المهندس مجول الدهمشي مدير إدارة المشاريع والصيانة في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الحدود الشمالية. ورغم تغيير المسؤولين لم يتغير الدهمشي ولم تتغير الإشادات حوله. يعطيك العافية الأخوات أمل حسام والبندري السمحان وأسرة منتدى النخبة الثقافية العربية لإعطاء المساحة اليوم للحديث معكم حول رحلتي لك، سواء كانت العلمية أو في تطوير الذات. فأهلا وسهلا، أرحب أنا بالحضور وأرحب بكم وأشكر لكم هذه المساحة التي نعمل ونسعى جاهدين لإثرائها بما لدينا وما نملكه من خبرات. يعطيكم ألف عافية. ومرحبا بك مهندس مجول. بداية سؤالنا، تكوين الشخصية هو أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان، وهي التي تشكل قدراته ومواهبه. كيف كانت طفولة مجول، ومن له الدور البارز في التأثير على شخصيته؟ الحديث عن الطفولة حديث سجون وذكريات، وحديث جميل جدا أن يتطرق الإنسان إلى طفولته. طفولة الإنسان والحديث عن أقرب الناس وكيف تأثير نشأة الشخصية في أي إنسان هي قصة، هي حكاية، هي رواية. في أحد مقالاتي التي كتبتها عن تكوين شخصية الإنسان وما هي العوامل التي تؤثر في هذه الشخصية، تطرقت إلى أن الإنسان يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه في الحديث النبوي الشريف.
فالحديث أن الإنسان يولد على الفطرة، فيبدأ الإنسان هنا يحدث تأثير الأسرة في أول سنوات عمر الطفل، تأثير الأسرة القريبة، الوالدين الأقرب ثم الأخوان. هذا التأثير قد يمتد إلى 3-4 سنوات، ثم ينتقل يتمدد هذا التأثير إلى الأسرة الأكبر والمحيطة، الأخوال والأعمام والأقارب، ثم تبدأ مرحلة الدراسة ويكون هناك تأثير من قبل المدرسة، سواء كان التأثير الأكبر في المرحلة الابتدائية للمدرسين وأيضا الزملاء في الدراسة، ثم ينتقل الإنسان في تأثيره إلى المرحلة المتوسطة، فيبدأ تشكيل الأصدقاء وفترة المراهقة، فتبدأ هنا تقل، أو لا أقول تقل تأثير الأسرة، لكن يشاطرها تأثيرات أخرى، وهي تأثيرات المدرسة وأيضا الصحبة، وربما يضطر الإنسان في هذه المرحلة للخروج من المنزل. ثم تبدأ المرحلة الثانوية ويكون فيها تشكيل، أكيد هناك تأثير قوي للأصدقاء وتشكيلهم معه والخروج خارج المنزل، ويبدأ أيضا دور للمدرسة ودور، ويشاطر ذلك دور المدرسة ودور الأقارب والأهل والبيئة المحيطة به. ثم تنتقل إلى المرحلة الجامعية، وهي مرحلة تكوين، أعتقد تكوين الشخصية ومعرفة الإنسان وإدراكه لاستطاعة أن يقود ذاته. ثم مرحلة الوظيفة، ومرحلة الوظيفة يبدأ فيها التأثير القيادة والإدارة وتأثير العلوم الأخرى أو تطوير المهارات على هذا الإنسان. فمجول واحد من الأشخاص اللي مروا بهذه المراحل. مرحلتي في البداية، أنا نشأت يتيم الأم، والحمد لله عشت بكنف والدي الذي رعاني ورباني، والحمد لله كان تأثيره قوي جدا على شخصيتي، قوي جدا على شخصيتي وعلى دافعي وطموحي. وأيضا الدور لأخي الأكبر الذي كان له أيضا تحمل عبء الأسرة وقادنا لنحقق الطموح الذي يريده هو ووالدي، الحمد لله كان تأثير قوي. ثم انتقلت في مراحل المتوسط والابتدائي، تأثير الزملاء والأهل والأقارب، وكنا احنا في بيئة، البيئة لها دور أيضا كبير في المناطق الشمالية. نحن والله الحمد نعرف كثيرا بأنه الإنسان الشمالي صدره وسيع، وهذا ما زادنا الحمد لله أن تكون، ونسأل الله أن يوسع صدورنا كما يوسع صدوركم لهذا اللقاء الذي إن شاء الله يكون فيه الفائدة لنا ولكم. وتأثير بيئة الشمال هي بيئة تقريبا صحراوية جافة، حارة صيفا باردة شتاء، فتشكلت وأيضا نمو المدينة، منطقة الحدود الشمالية، مدينة عرعر نشأت مع التاب لاين، وتعتبر من المدن الحديثة في عام 1360 مع نشأة خطوط التاب لاين. فنشأت هذه المدينة وتطورها ونهضتها العمرانية التي أحدثتها خلال هذه الفترة ومع مراحلنا من الصغر، أحدثت تأثيرا قويا. فأنا أرى النهضة العمرانية كيف تمتد، أيضا أرى التغيير في النمط الاجتماعي وتأثيره. أيضا هذه المدينة الصغيرة كان لها تأثير قوي، والآن مدينتنا ولله الحمد في ظل ولاة أمرنا أصبحت تسابق الزمن في النهضة العمرانية، فتعتبر مدينة عرعر منطقة الحدود الشمالية من المناطق الكبيرة الآن على مستوى مملكتنا، وأيضا تحمل فيها مدينة وعد الشمال أكبر مدينة للفوسفات على الشرق الأوسط، أيضا المصانع، وهذا كان كله له تأثير على شخصية وطموح الإنسان. أعطيك، وأتمنى أن أكون لا أطيل، أنا أحاول أن لا أطيل، ولكن نحتاج إلى الوقت للإطالة للحديث عن الشخصية، فهي من الأشياء اللي تحدث بداخلنا عودة للخلف وأيضا دافع لمزيد من الطموح للأمام. بعد إنهاء المرحلة الثانوية في مسقط رأسك، ذهبت لأكمال الدراسة في العاصمة الرياض،
هل نستطيع أن نلتمس شيء من هذه الانتقالة؟ طبعا لما تكون في مدينة واعدة، مدينة ذات مستقبل، مدينة تسابق الزمن في نهضتها العمرانية، وتنتقل إلى مدينة كبيرة جدا، عاصمة فيها تغير سواء حتى في النمط الاجتماعي والسلوك الاجتماعي، وأيضا فكان طبعا هذا له تأثير قوي جدا. فكان أعتقد أن رحلتي قد تكون الأولى في بداية صعود الطائرة، وأنا أصعد إلى متوجها إلى الرياض، ولا أنسى ذلك اليوم الممطر عندما أخذت حقائبي واتجهت للرياض. لا صراحة لم أكن أعرف أحد، ولم أكن كان معي زميل لنا، وكان طموحنا هو كلية العمارة والتخطيط، والحمد لله دخلنا كلية، وكان انتقال عاصرنا فيها كيف نهضة الرياض وانتقالها للخمس سنوات اللي كنا فيها في الكلية، دخلنا فيها إلى عمق مدينة الرياض، شاركنا فيها في بعض البرامج التنموية في التخطيطية، مثلا في حي صلاح الدين كان أحد مشاريعي في داخل حي صلاح الدين، أيضا كان من مشاريع التخرج إعادة الأحياء القديمة، وكان في إثليم والمرقب، وكان مشروع جدا جميل. هذه النقلة وهذا التأثير أثر أيضا على هذه الشخصية، وأيضا أحدث بداخل مجول طموح أن يرى يعود لمدينته ويحمل مرسمه لتنمو مدينته أمامه ويراها سريعة. هذا جانب. أيضا الجانب الآخر أنه الجامعة كانت جدا جميلة في أيضا مناهجها، في طريقة دراستها، تغير من الثانوية إلى الجامعة، الزملاء كيف كان، فكل ذلك له مراحل في شخصيتي أنا. أيضا له دور أنا أعتبره قوي جدا في تأسيس الطموح بداخلي، والحمد لله اليوم أنا سعيد جدا، لم أفارق الرياض، قد أكون من بداية دراستي في 1415 حتى الآن لن أستطيع أن أغيب عن الرياض شهر، لابد أن أروح لمدينة الرياض. هذا هو الحديث عن الانتقال للجامعة ومراحلها الخمس سنوات، وكيف والمرسم والشنطة والسكن الطلاب الجامعي، وكيف كنا كطلاب في مدن مختلفة نعيش تلك الفترة. إذا أردنا البحث عن القدرات الفكرية التي أسهمت في تشكيل شخصية المهندس مجول خلال فترة الابتعاث في المرحلة العلمية، كيف يرسم لنا هذه الفترة؟ الحديث عن الابتعاث والحديث عن الغربة جميل، ولكن قبل أن أنتقل الابتعاث والمرحلة الوظيفية ودورها الكبير في تشكيل هذه الشخصية، وهي نعتبرها السبرينج الذي قفز بي إلى الابتعاث، لا أنسى دور وزارة الصحة، أنا أعتبرها الأم الحنون التي احتضنتني وبدأت تشكيل شخصية المهندس مجول من خلال القيادات التي شاركتني هذه الرحلة، والتي استفدت بقربي منهم من خبرتهم، وكانوا قدوات لتشكيل هذه الشخصية. كنت في صحة الحدود الشمالية، عملت لي أكثر من 13 سنة، تدرجت فيها من مدير للمشاريع، مساعدا للمدير العام للمشاريع، ومساعدا للمدير العام للتخطيط والتطوير أكثر ثم 13 سنة، ثم أتتني الفرصة للانتقال إلى مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية، فانتقلت هناك وبدأت رحلة تتشكل خيوط قصة هذا الابتعاث، عندما قابلت مدير التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن الطبية وأخبرني أن هناك ابتعاث، فكانت صراحة في سن قد أكون أعتبره يعني ليس سنا متقدما، ولكن الحمد لله الإنسان اللي عنده طموح
لا بد أن يأتيها ذلك الطموح. فبدأت أنسج خيوط الابتعاث، قابلت طبعا هناك تغير في منهجية أو في شخصية مجول من المهندس إلى الشخصية الإدارية الصحية، فحاولت وكانت الفكرة أن أنتقل إلى للحصول الماجستير للحصول على الإدارة والقيادة في الممارسات الصحية بحكم عملي 13 سنة في كثير من الممارسات الصحية، سواء كانت في الجودة أو الصحة المهنية أو المشاريع. فذلك شكل بداخلي القيادة الصحية وحب القيادة الصحية، فكان الابتعاث أن أخرج لأعود بشهادة الإدارة والقيادة في الممارسات الصحية. وكنت واضع أمام عيني أن أكون ممنهج، أن أكون ممن يساهمون في منهجة التخطيط الصحي على مستوى وزارة الصحة، ولله الحمد وأسأل الله أن يوفقنا لذلك. سأتحدث نقطة أخرى عن الغربة وكيف كانت في بريطانيا في البداية، كيف كم كنا نعتبر الآيلتس البعبع الأكبر أمامنا ولكنه هو الأسهل جدا. الكثير من المخاوف نراها في بدايتنا في بداية رحلاتنا، ولكن ما إن تخطو أولى خطواتك حتى تراها تتلاشى أمامك. هذه نقطة مهمة لكل من يبحث عن أي طموح، الخطوة الأولى أن تبدأ خطواتك إلى الطموح. أنا أجزم أن جميع ما تراه من خوف مخاوف تتلاشى أمامك، لأن 95% من المخاوف اللي بداخلنا لا تحدث. 95% في بعض الدراسات أشارت أنها لا تحدث، وأنا حدثت في بداية رحلتي كان خوف اللغة والآيلتس والدراسة، فكان كل ذلك صراحة لم أرى أي مخاوف من ذلك. بعد أولى خطواتنا استمريت في بريطانيا تقريبا 3 سنوات في مدينة مانشستر، بدأت في دراستي 2015 في الجامعة، وخلصت 2016. دراستهم كانت سنة واحدة بحثية. الحمد لله عدنا إلى البلد واستفدنا، ونسأل الله أن نستطيع أن نقدم ولو جزء بسيط مما قدمه لنا هذا الوطن المعطاء. مهندس مجول في هذه الصورة تحمل ملامح عميقة الأمل، ما كان شعورك في هذه اللحظة؟ ما شاء الله، هذه الصورة التقطت لي من أحد الزملاء في حفل التخرج، كانت فرحة بداخلي كبيرة جدا. أنا اليوم أحدثكم ترى من القلب للقلب، أحدثكم بدون لا أحمل ورقة ولا أحمل، حاولت أن يكون هذا اللقاء عفويا وينبع من الداخل ليكون أقرب لكم ولي أنا أيضا. صورة التخرج وحفلة التخرج وفرحة التخرج والعودة إلى الأهل والعودة والتخلص من الغربة، لا شيء يضاهي ذلك. يصعب أن تستطيع أن تختار الكلمات أو تعبر بحروف عن تلك الفرحة وتلك الصورة إلا ما كان بداخلي هو طموح. كيف نبني؟ كيف نساهم؟ كيف نشارك؟ كيف نقدم لوطننا المعطاء ولو جزءا بسيطا مما قدمه لنا ونحن نعود لبلادنا؟ طموح يعانق السماء، هذا ما جسدته من خلال كفاحك والمثابرة على العلم والعمل. مع مرورك بمحطات عديدة في حياتك العلمية والعملية، هل نجد عنصر المغامرة جزء من شخصية مجول؟ عنصر المغامرة موجود في شخصية مجول وفي أي شخصية لابد أن يكون عنصر المغامرة موجود ما دام هناك طموح. فأي طموح لابد أن تشاركه مغامرة. ومن أهم المحطات اللي كانت في حياتي والتي في
مهنتي، والتي اعتبرها كانت البعض يعتبرها مغامرة، انتقالي من صحة الحدود الشمالية من بند الخدمة المدنية أو إلى بند التشغيل الذاتي، وأنا 13 سنة، وهذه كانت واحدة من المخاطر التي لامني الكثير عليها، ولكن اعتبرتها أنا فرصة أن أبدأ وأنطلق لمرحلة جديدة. وأنا دائما أخذ بواحد من مهارات التفكير الإبداعي يسمى حجر خطو، أن تأخذ هذه العتبة لتقفز إلى عتبة أخرى لتصلك إلى منطقة أخرى، ولله الحمد تحقق ما أريد. وهذه واحدة من العناصر. أيضا من المحطات الجميلة أني انتقالي من الهندسة أو كلية أو التخطيط والتصميم العمراني إلى الإدارة والقيادة الصحية اعتبر عنصر مغامرة، ولذلك الشغف عاد من جديد وحرك بداخلي دوافع القيادة، فبدأت وغامرت لأنتقل إلى محطة أخرى. والحمد لله، أسأل الله أن ينفعني بعلمي وعملي، ونقدم ما نستطيع بهذا العلم وهذا العمل لهذا الوطن. أيضا من المحطات الجميلة أني خلال فترة بداية عملي من مغامرات انتقلت للكثير من المجالات، فبدأت في مجال الجودة، وبدأت بعد مجال الصحة المهنية، ومجال التخطيط والتميز، كل ذلك مع خبراتك التخطيطية. فالكثير يقول لم أكن في صراحة في أول سنوات بداية الوظيفية لم أستطع أن أحدد أين أنا، ولكن في دورة دخلتها في عام 2008 كانت عن التمكين القيادي، وكان هناك اختبار شخصي من إحدى الشركات المعتمدة في تحليل نمط شخصية الإنسان، توماس انترناشونال أعتقد اسمها، في عام 2008. وبعد تحليل شخصيتي أعطوني 13 ورقة وصف لما يكون عليه مجول، وفعلا وجدتها دقيقة جدا، فغيرت من طموحاتي، وبدأت هي فعلا الشرارة التي تجعلني أغامر لأنتقل إلى مرحلة الآن التخطيط والتميز المؤسسي وحبي للتغيير. أشكرك مهندس مجول على هذا اللقاء الذي كان من القلب إلى القلب، ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. ننتقل الآن مع المهندسة أمل. شكرا لك أختي البندري على هذه الأسئلة الجميلة التي عادت بي إلى ذكريات الماضي، عادت بي إلى ذكريات بيت الشعر، عادت ذكريات رعي الغنم، عادتني إلى دراستي في جامعة الملك سعود، بوابة المستقبل لي والتي صنعت المهندس مجول، وأيضا للحديث عن الغربة وعن الزملاء في الغربة وعن الدراسة هناك. شاكر ومقدر لك. أحب الأخت أمل أحزام، وأسأل الله أن نستطيع أن نقدم ما بوسعنا لهذه النخبة. أسعد الله مساءكم بالبركة والوفرة والسعادة نخبتنا الثقافية. مساء سعيد مهندس مجول. يظهر في حياتنا مثيرات تفتح بداخلنا أبواب مغلقة وتترك تساؤلات كثيرة. سؤالي مهندس مجول، كيف تعاملت مع التقنية الحديثة في تطوير أعمالك؟ أسعد الله مساك أختي أمل، وأسعد الحديث عن التقنية. التقنية أصبحت واحدة من الممكنات التي لا نبني عليها طموحاتنا ومستقبلنا، وأصبحت واحدة من المهارات المطلوبة في حياتنا اليومية، ليس فقط على سواء كان في العمل أو في الدراسة، حتى في حياتنا اليومية. اليوم ونحن في جائحة كورونا، وكيف كانت الفرصة لإحداث تغيير نحو التكيف وتبني وسائل التقنية
اليوم نحن في وزارة الصحة نقدم تطبيق صحتي للدخول، وحتى تقديم الاستشارة العيادات الافتراضية، العيادات عن بعد وتقديم الاستشارات عن بعد. أيضا نقدم كثير من التقنيات التي نتقارب فيها. فلا بد للإنسان أن يواكب المتغيرات في عصره حتى يستطيع أن يبني جسور توصله لذلك الطموح. فكما هو في تحليل سوات أو تحليل العوامل الخارجية، عندما تتدخل إلى العوامل الداخلية والعوامل الخارجية لبيئة الإنسان، واحدة من العوامل الخارجية التي نتطرق لها دائما هو العوامل التقنية. ونحن نعيش أمام تطور سريع خلال بالثانية، وتطور سريع جدا، وأيضا تغير في 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 حتى تغيير النمط السلوكي حتى للإنسان. فأمامنا عدة خيارات لهذه الإنسان، إما أن نواجه هذه الطموحات، هذه التحديات، أو إما أن دعوني أبدأ في الأول، إما أن نستسلم لها وبذلك نحن لا نغير، لا نستطيع أن نغير شيء، أو أننا نواجهها وبذلك نبني تغيير. لذلك أهم شيء في حياة الإنسان أن يكون يواكب معلش لو أتحدث أحيانا يكون هناك لخبطة في التقنية، لذلك هذه التقنية أحيانا أيا كانت مميزاتها فلها عيوب. انقطع الحديث وأنا أتحدث ولم أستطع أن أسترسل في إيصال رسالتي، لكن هذه التقنية. ولكن يجب أن لن تعيق هذه السلبيات عدم استخدامنا لها، ولكن يجب أن نتساءل وناخذ الريسك أيضا من اندفاعنا خلف التقنية. لو لا سمح الله، نحن الآن أمام جائحة كورونا وهو حدث بيولوجي، في فأحدث كما ترون أمام العالم تغير كبير وأحدث أزمة على مستوى العالم. الآن نتساءل لو بدأنا في التقنية وهناك أصبحت التقنية وبدأت وسائل التقنية تقل، أو هناك هجوم على هذه التقنية، وكيف نتعامل مع هذه التقنية، الريسك اللي تجينا من مخاطر هذه التقنية، فيجب أن يكون يؤخذ أيضا في الحسبان. ولكن أيا كان هذا الريسك يجب أن يكون مخطط له، وأيضا نتعامل بنواكب المتغيرات الحديثة. فنحن أمام تغير فكري وتغير جذري، ونستطيع من خلال وسائل التقنية التفكير دائما أقوله في هنري تشلر وضع 40 مبدأ في الطرق للحلول الإبداعية، واحد من هذه هي التفكير العكسي المقلوب. فنحن أمام هذه التقنية نستطيع أن نغير تقديم الخدمة، فبدلا من أن المستفيد يصل لنا، نحن نصل للمستفيد. ففي التعليم أصبح التعليم أونلاين، في التسوق أصبح التسوق أونلاين، في الصحة أصبح تقديم الاستشارة أونلاين، وأيضا أصبحنا نخدمه في أماكن تواجدهم، في أماكن عملهم من خلال هالتقنية هذه. فأعتقد أن التفكير العكسي المقلوب في جميع نمط أو حياتنا، سواء كانت الاقتصادية أو الصحية أو تطوير الذات أو حتى في البزنس، أن نفكر بالتفكير العكسي المقلوب، كيف نستفيد من هذه التقنية لنجعلها جسر نستطيع به تحقيق هذا الطموح. فالتقنية أي مهمة جدا ولها تأثير قوي، وتشكل أيضا من كثير من المهارات التي احنا استفدناها. فأنت يا مهندسة أمل أعتقد تصميم عمراني والتخطيط، كيف الآن المرسم كان هو الأداة لنرسم بها، الآن لم يكن المرسم هو اللي نستطيع نرسم به، الآن أصبحت التقنيات والبرامج الإلكترونية هي من يقودنا في إبراز مخططاتنا أو إبراز ما نريد تقديمه.
سنبعد الآن عن التقنية يا باشمهندس، وحندخل في أسئلة جديدة بعيدة عن التقنيات. في الحياة فترات انتقالية لا يمكن اجتيازها دون أن يموت شيء بداخلنا. تعليقك يا مهندس مجول. حياة الإنسان وطموح الإنسان المبني على رؤية أو على شغف بداخله يحركه، لا بد أن ينقله من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وكل مرحلة من هذه المراحل لا بد أن تعتريها كثير من التحديات لتصقل هذه الشخصية، فيستطيع أن يقف على عتبة الطموح. لولا اطلعنا على حياتنا الإنسان، نحن الآن أمام 5 سنوات قادمة، كود الإنسان له تصور في طموحه، في حياته، في أشياء، فكل مرحلة من مراحل الإنسان عندما يصلها تبدأ مرحلة أخرى ومرحلة طموح جديد. وما هو فإذا نظرنا إلى منطقة الراحة كما تطرق لها، وهو الانتقال من الراحة، ثم منطقة الخوف، ثم منطقة التعلم، فمنطقة النمو، أن الإنسان متى ما شعر بالراحة يجب عليه أن ينتقل إلى المنطقة الأخرى التي يستطيع أن يبني فيها، ويمر بمرحلة الخوف والقلق، ولكن يبدأ في مرحلة، ينتقل إلى مرحلة التعلم، ثم مرحلة النمو والازدهار. فمراحل الإنسان وطموحه لا بد أن تمر في هذه المراحل، وكل إنسان أعتقد بداخله هذه المراحل، ومر بظروف وتحديات كبيرة، لأن الطموح عالي، فكلما كان الطموح عاليا كلما كانت التحديات عالية جدا. أنا خلال فترة عملي صراحة انتقلت في كثير، زي ما تحدثت لكم سابقا، من المراحل، من خاصة في ناحية حتى تطور الذات، ومجال بعيد عن المجال المهني، حتى في تطور الذات وانتقال الإنسان، وكيف كنت أفكر في التخطيط الاستراتيجي، وبعدين إلى التميز، وبعدين إلى مرحلة الإيجابية وبناء الإيجابية والتفكير الإيجابي. كل هذه المراحل هي مراحل انتقالية للإنسان، ما في مرحلة مهما كانت سهولتها إلا مرت بتحديات، ولكن الإنسان إذا كان يملك الشغف فهو قطع نصف الطريق إلى مشواره، وإذا ملك الإصرار والعزيمة فبإذن الله يحقق الطموح. موقف إنساني حرك مشاعر المهندس وجعله لا يستطيع السيطرة على دموعه. الحديث عن الدموع أيا كانت، سواء كانت دموع حزن أو دموع فرح، هو حديث لابد أن تعبر وتخنقه، خليني أقول العبرة. فأنا في حديث الحزن أو دموع الحزن، لابد مهما كانت هذه الدموع مع مرور الزمن يصبح لها تأثير إيجابي، وتكون دافع لكثير من الذكريات الجميلة. في حديث الدموع أنا أذكر عدة مواقف سوف ألخصها في الحل. أو الأولى هو سقوطي من الجدار ودخولي العناية المركزة، قد تكون 3 أيام، وهذه الحادثة لها أكثر من 38 سنة إلى الآن، ولكن ما زال لها تأثير على أذني، وحديث المجتمع يتحدث بها إلى الآن جميع المجتمع. فكان الدموع سببها ليس سقوطي وليس الفترة اللي مريت فيها، لكن فترة والدي وقوفه، والدي رحمه الله وغفر له وقوفه بجانبي في تلك الفترة، وكيف كان يسخر نفسه لفترة أكثر من 2 شهر وقوف بجانبي يجعلني هذه الدموع تنزل. الفترة الثانية هو موت والدي قبل 3 سنوات، صراحة له تأثير قوي جدا على الدموع. أيضا بطبعي ترى أنا عاطفي جدا،
فمن السهل جدا أن تنزل عندي الدمعة لأي حدث أو سمع أو خبر أسمع قد تكون دمعتي قريبة، فهذه دموع مجول تحدث بها لكم، وأسأل الله أن تكون جميع أن يبعد عنكم دموع الحزن وأن تكون أيامكم أيام فرح وسرور. اللهم آمين يا رب. سؤالي التالي، لو لم تكن مهندس لتمنيت أن تكون؟ لو لم أكن مهندسا لتمنيت أن أكون مهندسا، وخاصة قولي هندسة، أنا أعشق التصميم الداخلي، وأنت وأنا أعرف أنك تصميم داخلي، تشكيلته بداخلية، التصميم الداخلي، أنا تخطيط تصميم عمراني قريب من التصميم الداخلي، لكن عشقت أعشق الحس للمهندسي التصميم الداخلي. فعلا مهندس مجول، التصميم الداخلي يعلم الإنسان الحس العالي، الدقة. أحس أن المصمم الداخلي يشوف الحاجات أو ينتبه للأشياء اللي مستحيل الشخص العادي ينتبه لها. أنا أتفق معك تماما، ما أدري عشان التخصصي تفاعلت معك بالسؤال يا باش مهندس. سؤالي الآخر يا باش مهندس، حدثنا عن الصديق الحقيقي من وجهة نظرك الخاصة. الصديق الحقيقي هو من يدفعك عندما تعتريك نوبات الإحباط، ويأخذ بيدك عندما تهاجمك لكمات اليأس. الصديق الحقيقي هو الذي تراه بجانبك عندما تشعر بأي هزة، بأي ألم. الصديق الحقيقي هو الذي يشعر بألمك قبل أن تتألم. الصديق الحقيقي هو الأخ الذي لم تلده أمك. هناك الكثير لنا من الأصدقاء، الكثير من كانوا ووقفوا بجانبنا، الكثير من الأصدقاء، ولكن الصداقة هي الرابط القوي الذي يجمع بين أخوين لم تلدهم أم واحدة. شكرا لعمق مشاعرك يا مهندس مجول، فعلا تعبير رائع عن الصديق. سؤالي، خبر عاجل تتمنى سماعه الآن. أجمل خبر أعتقد أن نسمع الآن أن يتم اكتشاف دواء لمرض كورونا، وأن يرفع الحظر كليا عن جميع بلاد العالم من هذا الوباء. أمنية تتمناها ولم تحقق حتى هذه اللحظة. الأمنيات كثيرة أخت أمل، وما تحقق منها أيضا كثير ولله الحمد، وأنا دائما ولله الحمد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، دائما أربط كلمة خيرة لكل أمر سواء حدث أو لم يحدث. أما أمنياتي فأعتبرها هي طموحات، سواء حدثت حققتها أم لم تتحقق، ولكن أعتقد أن ما زلت أسير لها وسأظل أسير لها حتى تتحقق، وهي أن أكون واحد ضمن ممنهجي التخطيط الصحي في هذا البلد. مهما تراكمت الغيوم الثقيلة في سمائك وحجبت ضياء الشمس عنك، ابتسامة من أعماقك تنسيك ما مررت به. شكرا للمهندس مجول، شكرا أعضاء النخبة للمتابعة، والآن ننتقل لأسئلتكم، ولكم مني كل التقدير والاحترام، وأكرر تقديري للمهندس مجول.
شكرا لك أمل، شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذه المساحة الجميلة التي تحدثنا فيها عن كثير من أدوات الطموح، وأدوات تحدثنا فيها عن عبق الماضي ومستقبل الأمل. نتطرق وننتظر أسئلة زملاؤنا وأحبابنا النخبويين في منتدى النخبة الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سعد الله مساءكم جميعا نخبة التميز والفكر. نشكر حقيقة المهندسة أمل والبندري أختنا الفاضلة الإعلامية المعروفة المتمكنة، ونشكر ضيف هذه الليلة الأستاذ مجول أو المهندس مجول الأخ الصديق الحبيب الغالي، عضو النخبة وصديقنا، وطبعا له أمسية في قناتنا حفظه الله. الحقيقة أمسية متميزة جدا، جالوا بنا مع الأخ مجول جولات، المهندسة أمل مهندسة التصميم والإعلامية القديرة البندري. والحقيقة أنا استمعت يعني اهتمام وصغيت إصغاء جميل ودقيق وعميق للأسئلة الدقيقة التي حضرت من الأختين المهندسة أمل والإعلامية البندري، وذهلت كثيرا من هذا جمال الطرح في الأسئلة، واستخرج لنا درر من الأستاذ المهندس مجول، وحقيقة عشنا وقتا جميلا مع المهندس مجول. فشكرا لهؤلاء الثلاثة الذين قدموا لنا وأبدعوا في هذه الأمسية الجميلة جدا. حقيقة الشكر قليل أن يقدم لكم الثلاثة، وطبعا نحن أسبوعيا نافذة الأختين البندري وأمل ثابتة في المنتدى، نشرف بهذا الإبداع ونستمتع بهذا الإبداع، ويتغير مود المنتدى حقيقة، ونستفيد من أعضاء النخبة ونغوص في أعماق نخبتنا الثقافية الجميلة. شكرا مهندسة أمل، شكرا الأخت الإعلامية القديرة البندري، شكرا مهندسنا مجول الذي جال بنا وجال وصال وجال حقيقة بهذا الجمال. شكرا لكم جميعا وحفظكم الله، وننتظر طبعا الآن مداخلات النخبة. أنا عندي مداخلة الحقيقة قصيرة جدا يعني المهندس مجول وكذلك الأختين فاضلتين. ما هو مستقبل التصميم بشكل عام الهندسي في عالمنا العربي؟ نحن نشاهد في الغرب ويعني الشرق أيضا إبداع في التصميمات. متى نصل للمستوى الذي وصلوا إليه في هذا التصميم الهندسي الجميل؟ شاكرا مقدرا لكم جميعا. شكرا لك دكتورنا الفاضل الدكتور محمد، وقائد النخبة الثقافية العربية، وما تبحث عنه من غوص في أعماق في الأعماق لتخرج لنا الدرر في هذه النخبة الثقافية. نحن نقدم لك شكرنا، ونقدم لك جزيل المودة ودعواتنا الصادقة أن يحقق لك أهدافك وأمالك وطموحاتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله بكل خير النخبة الثقافية العربية. يسمح لي أخي الحبيب الفاضل سعادة العميد مساعد الشيخ أن يعني أستعير منه كلماته الطيبة، وأقول شكرا هيل عد السيل للإعلامية البارعة الأستاذة البندري، و
المهندسة المتألقة دائما المهندسة أمل على هذه الأمسية الرائعة. كلماتي الآن للمهندس مجول الدهشان. والله يا رجل قد أدهشتنا وأمتعتنا بهذه السيرة العطرة، سيرة كفاح شاب ما شاء الله، مهندس حب الإدارة فأتقن فيها. لن أطيل، أمسية رائعة بمعنى الكلمة. نستفيد يعني ولا سؤال، فما شاء الله عليك يعني. لقد أدهشتنا يا مهندس دهشان. الشكر موصول لإدارة النخبة الثقافية العربية، شكر خاص للمتألقتين ولا إيه؟ مش كده صح؟ للمتألقتين الأستاذة الإعلامية القديرة بندري والمهندسة أمل، ودايما في تألق يا نخبة يا ثقافية يا عربية. يا رب يسعدكم ومساكم الله بالخير وكل الخير. السلام عليكم. دكتور محمد يعطيك العافية، وأعتقد أنه مملكتنا الحبيبة زاخرة بكثير من المهندسين، سواء كانوا في التصميم الداخلي أو في الجانب المعماري، في كثير من التصميمات التي نشاهدها الآن يستطيعون أن يضاهوا حتى العالم بإذن الله. أعتقد أنه التصميم أصبح الآن تحول إلى تقنية، هو رسومات ثلاثية الأبعاد والتصميم ذات طابع تقني، لكن ما زال العقل البشري هو من يحرك هذا التصميم أيا كان التخصص. أو دائما الجانب المعماري وجانب التصميم الداخلي هو حس مرهف يستطيع أي إنسان يدخل هذا المجال أن يبني من خلاله طموحاته وأماله. مستقبل التصميم أعتقد أنه ما زلنا بحاجة إلى كثير من المصممين، ما زلنا بحاجة إلى كثير، ولكن قد تتغير الأدوات والتولز. نحن نحتاج إلى العمارة الرقمية، نحتاج إلى تصميم من خلال ربط العمارة في البيئة الخضراء. هذا ما لدي إذا كان هناك أي مداخلات للدكتور للمهندس أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة يعني لابد أن نتقدم بوافر الشكر وعاطر التحية للأختين الكريمتين. يعني فعلا أستعير لفظ الدكتور محمد إسماعيل، وهما الإعلاميتين يعني الأستاذ البندري والمهندسة أمل، ما شاء الله يعني إدارة جيدة للحوار ومتعة عقلية. أما بالنسبة للمهندسنا الكبير مجوى، الحقيقة يعني حديثه كان حديثا من القلب، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. حقيقة يعني طوف بنا وجال بنا، وحقيقة يعني أدركنا يعني كيف كانت مسيرته ووفاؤه لوالده ويعني وفاؤه للمملكة ووفاؤه للناس جميعا والطموح العالي. وعندما سئل عن أمنيته الخبر العاجل الآن قال يتمنى الدواء لكورونا. حقيقة يعني إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معاني، إنسان صاحب خلق، إنسان صاحب أصل كريم، إنسان صاحب همة عالية. حقيقة تعلمنا من معالي المهندس مجول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يمتعه بالصحة والعافية، وهذا ليس بالمستغرب على أهلنا في المملكة وفي سائر بلادنا العربية. سائر دعواتي لك يا باشمهندس بالتوفيق والنجاح والتألق، أخوك دكتور مجد الربعي، مصر الكنانة. شكرا لك ولكلماتك المحفوفة والمتألقة باللغة العربية والتي أدهشتنا كما أدهشناك هذا المساء. شكرا لك من القلب بروفيسور محمد، وكلمات صراحة داعمة ومحفزة
ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم وبعلمنا وعلمكم. بارك الله فيك أخوي الدكتور مجدي الربعي، أشكرك على إطرائك، وشكر لأهل الكنانة كلهم أهل مصر، أحببناكم لله، ونسأل الله أن ينفع بنا وبعلمنا. شاكر مداخلتك وكلماتك الجميلة، ويعطيك ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله. مهندس مجول، أسعد الله مساءك وأسعد مساء الأخوات الكريمات اللاتي أدرن هذا الحوار الماتع. لعل لي ثلاث تساؤلات، وهي في سؤال واحد: إذا كان التصميم والتخطيط جيدا ومناسبا للبيئة، وأيضا الإشراف الفاعل والتنفيذ المتقن للمشروعات المتعددة كما يجب، لن نجد خلل. لكن هناك خلل، هل من دراسة بحثت هذه الجوانب وأوجدت أي العناصر الثلاثة أكثر سببا في فشل بعض المشروعات وتأخرها أو سوء تنفيذها أو يعني عدم ملائمتها للبيئة؟ وشكرا متمنيا لك تحقيق أمنياتك التي تخططها في ذهنك لتكون مغيرا إيجابيا وفاعلا في المسار الصحي في هذا الوطن الغالي. هلا والله دكتور سعد، ويعطيك العافية. وسؤال أعتقد أنه بحث كثير وبحث في جميع جوانبه، سواء كان من ناحية التصميم أو من ناحية الإشراف الفعال أو حتى من ناحية الدراسات قبل التصميم. لا شك أن الإنسان في هذه الحياة يبحث عن الأميز ويبحث عن الأفضل، ولكن أعتقد أن كلنا في، لو اطلعنا على خاصة ما يتعلق في القطاع الحكومي سأتطرق له، هناك كان ندرة وشح في المهندسين، فتجد مهندسين قليلي خبرة في مناطق يبحثون مع مشاريع كبيرة. أيضا هناك خلل في عملية، سواء كانت أن طرح التصاميم وأخذها الوقت ثم التنفيذ بعد فترة من الطرح والتغير الحاصل سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاقتصاد يؤثر على هذه التصاميم، وبذلك يحدث أوامر تغيير كثيرة، فتبدأ معه كثير من الخلل. أنا عملت دراسة قد تكون في عام 2010 أسباب تأخر أو تعثر المشاريع، سأحاول أن أزود بها إن شاء الله بإذن الله لأسباب هذه المشاريع، ولكن كانت من ضمنها تتمحور حول المقاول وأيضا الجهة الإشرافية وأيضا دور المصمم والمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أحاكم جميعا. تألق مستمر من النخبة من القائمين على إدارة المنتدى، والشكر موصول للمهندسة أمل والأستاذة البندري على هذه الأمسية. وسعدت الحقيقة، أنا كنت خارج البيت لكن كنت متابع كل التسجيلات وبسمع تسجيل الأخ الفاضل سعادة المهندس مجول، ولما بيطرح الحقيقة تجربته وطموحه ومسيرته، اعتقد كلنا فجأة كده بنبدأ شريط الذكريات بتاعنا يتحرك، والحياة تجربته وطموحه والمسيرة بتاعته مسيرة مشرفة ومسيرة هيلة. سؤالي عشان لا أطيل على حضرتكم للبشمهندس مجول، أعطينا خلاصة تجربتك في سطرين، لو قلنا نصيحة أو أكثر المحطات تأثيرا على حضرتك، أو نصيحك، أو إيه مستخلصاتك في هذه التجارب على مدار مشوارك، وشكرا جزيلا. أوجزت رحلتي في الابتعاث ورحلتي في الطموح دائما في ثلاث أشياء، أنا دائما أبدأها ببسم الله توكلت على الله، توكل على الله وهو الانطلاق التي أنطلق فيها نحو أولى خطواتي للطموح.
ثم أبدأ أصارع تحدياتها بقول إن معي ربي سيهدين، وأختتمها دائما بقول الحمد لله رب العالمين. صلى الله وبركاته. حقيقة الصحفية أمل استطاعت أن تبرز شخصيتها الإعلامية في مجال توجيه الأسئلة والتعمق في البحث عن النقاط الأساسية المهمة، فبارك الله لها لأنها إعلامية حقيقة يستطيع الإنسان أن يرى أنها لها مستقبل ممتاز بإذن الله. نشكرك جزيل الشكر والتقدير مهندس مجول على إتاحة الفرصة لنا لهذا اللقاء المتميز واستقطاعك لوقتك الثمين. مهندس مجول، أرى أنك تحمل على عاتقك مبادرة قافلة إيجابيون، بودي أن تحدثنا عن هذه القافلة ولماذا دائما هي تكون هاجس مجول؟ شكرا لك أختي البندري على هذا السؤال، وأنا قد أكون يعني يشرفني جدا وأسعد جدا أنه دائما زملائي يقولون لي قائد قافلة إيجابيون، وأصبح هذا واحد من الأشياء أو الأمال التي أعقد عليها، وتحفزني صراحة لبذل المزيد من العطاء، وهو واحد من اهتمام تعزيز الجوانب الإيجابية. فبدأت في تأسيس قافلة إيجابيون في 2010، اعتمدت فيها على ما أكتبه من تحفيز، أني نذرت أن أكتب كل ما يعزز ويبني الطموح داخل النفس البشرية. فلذلك معظم ما تطرقت له في كتاباتي في تويتر يكون هو لنحو الإيجابية. فاقترح لي بعض الزملاء لماذا تؤسس شيء عن الإيجابية، فكانت أسست قافلة إيجابيون ولتهدف إلى تكوين مجتمع حيوي يفكر بإيجابية ويعمل بروح التفاؤل. القافلة صراحة أسستها من خلال ما أكتبه، وأيضا عملت تليجرام لقناة قافلة إيجابيون، وإن شاء الله في المستقبل القريب سوف يكون هناك سأعمل على إحداث منصة لتضم النخبة من الإيجابيين والذين يتحدثون اللغة الإيجابية لتعزيز النفس البشرية ولبذل المزيد من العطاء للوصول للطموح وتحقيق أهداف الإنسان وأهداف التي تنعكس على منظماتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم النخبة الثقافية العربية وهذا الطرح المميز الذي تعودنا عليه في هذه الأمسية الماتعة، استطاعت من خلالها الأستاذ البندري والمهندسة أمل من قيادة الحوار والطرح ومعانقة الكلمة والحرف واستدراج المعاني من ضيفهم الكريم المهندس مجول، والذي أفاض وسكب المعرفة ولم يبخل، فشكرا للجميع على هذا العطاء المميز. سؤالي لمهندسنا الفاضل وقائد الإيجابية، من خلال ما لمسته في حديثك الماتع من استخدامك لأسلوب رائع وامتلاكك لجمالية الحرف والكلمة،
كيف تستطيع أن تنقل هذه الإيجابية إلى العقول الشابة المتطلعة والطموحة؟ وهل في خطتكم مثل هذا التوجه؟ مع خالص الشكر والتقدير. شكرا لك أختي على سؤالك، وأعتقد أنه الباندري سألت نفس السؤال عن قافلة إيجابيون، والحلم الذي أعمل له هو أن يؤسس هذه القافلة لتكون لهذا الجيل ليفكر ويعمل بروح التفاؤل. الكثير من التحديات والكثير من الإحباطات التي صراحة أعتبرها سبب لكثير من عدم استمرار الشخص نحو أهدافه. فدائما أقول لمن يسألني أين أنا، لماذا لم أصل، أقول له أنت على يد مقبض الباب، في مجرد أنك بس تفتح الباب راح تصل بإذن الله. كل ما تراجعت وكل ما أحسست بأنك سترجع عن هدفك، ثق تمام الثقة أن يدك على مقبض الباب، فقط افتح الباب. فأعمل على قافلة إيجابيون، وهذه القافلة سوف أعرضها لكم هنا أهدافها ومرئياتها، ونطمح أيضا أن تكون أن تتبنى النخبة الثقافية هذه القافلة لنؤسس إيجابيون يعملون وقنوات وحديث نستطيع من خلاله بناء الجيل الإيجابي. أختي البندري، الإنسان يمر في مراحل يأس ومراحل إحباط، وأن لدي مقال قديم لا يحضرني عن أنه كيف كان الإحباط وكيف أني عايشت نفسي كأنها في غرفة إنعاش، وكانت جرعات من التفاؤل ولقيمات من الأمل يسقينيها بعض الأخوة حتى أعود من جديد وأنشط وأنهض أكثر مما كنت نحو تحقيق طموحي. وأعتقد ذلك كان في عام 2009، وأنا استطعت أن أحصل على هذا المقال لأنشره هنا، كان دافع لتأسيس قناة قافلة إيجابية. الأستاذ مجول في التحديث في حديثه عن تكوين ذاتية الطفل منذ النشأة حديث شيق جدا، وذلك أنه استطاع أن يضعنا في هذه النقاط المهمة والتي تجعلنا نستطيع أن نقول من أنه هو أصاب في هذا الجانب، وذلك أن الطفل لما يبدأ يعيش مع الأبوين، فالأبوان يقومان بتربيته تربية من خلال الرضاعة إلى الحركة وغيرها، ثم يتأثر قليلا قليلا إلى أن ينتقل إلى المحيط الأسري بعد 3 سنوات تقريبا، الأسرة الصغيرة مثلا من الأقارب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المحيط الخارجي وهو المحيط المدرسي، فمن خلال حركة التعليم ومن خلال ما يلقى إليه من دروس يستطيع أن يتأثر، ولا سيما الأقران الذين هم في صحبته. كل ذلك مما يجعلنا نقول من أنه لا بد من دراسة شخصية أو ذاتية الطفل، لذلك مما يجعلنا نستطيع أن نقوم بحمايتهم ونستطيع أن نقوم برعايتهم حتى يكونوا على رعاية تامة، ولا سيما تحت الأخلاق الإسلامية لأننا مسلمون لله الحمد. أشكر أخونا الفاضل نور الدين على التقاطه لتأثير الطفل أو تأثير الشخص، تأثير المؤثرات على الشخصية من الطفولة وحتى مراحل التعليم العليا الجامعة وغيره حتى تكوين الشخصية. وفعلا أنا كانت لي مقال عن ذلك يمكن كتبته قبل 10 سنوات، إنه الإنسان يتأثر في البداية بأسرته، ثم ينتقل التأثير لمحيط المدرسة، ثم الأصدقاء، ثم إلى تكوين هذه الشخصية من خلال
الوظيفة، وأعتقد أنه فعلا نحتاج لدراسة لتمثل الدراسة لذلك. شاكر له ومقدر لأخونا نور الدين. شكرا لكم، شكرا لإدارة وأسرة منتدى النخبة الثقافية العربية، شكرا لأعضائنا أعضاء نخبتنا الثقافية العربية، شكرا للأخت البندري والأخت المهندسة أمل على هذا التألق في الطرح، والذي أسأل الله أن نكون وفقنا وإياهن في إضافة وإثراء المنتدى بما قدمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من أمسيات النخبة التي تعودناها جمال الطرح، جمال الفكر، جمال الأداء، وجمال النخبة بمداخلاتها الجميلة. الليلة عشنا مع أسبوعية المتميزتين الأختين البندري السمحان الإعلامية المعروفة، والمهندسة أمل مهندسة الديكور المعروفة على مستوى المملكة بشركاتها وعلمها. الحقيقة المهندس مجول الليلة جال بينا وصال في أمور كثيرة جدا، قضينا أكثر من ساعتين الآن ولم نشعر بالوقت فعلا يعني. فشكرا لضيفنا الليلة، شكرا للأخوات المهندسة أمل والبندري، وشكرا لكم نخبتنا المباركة، وإلى أسبوع قادم إن شاء الله نغوص في عمق عضو أو عضوة أخرى. بارك الله فيكم جميعا، وشكرا لهذا التفاعل الجميل من الجميع. إلى هنا وننهي برنامجنا لهذه الليلة. شكرا لضيفنا مهندس مجول الدهمشي، شكرا لكل الأعضاء، شكرا لتفاعلكم، وإلى اللقاء.